الفلاحة وبتمطر كده بالراحة. أنا أبدالك ما إني نزلت عينك ترتاحة. مرة الأستاذ فاتنا على الصف جاب لك التكت قديم قام طلع غبره من ثمه. طب اسمعوا حاجه يلا. هاي مره ولد بلع مش في جاب نشي فريقو. لا بس لما المعلم وقفتك على اللوح رفعت ايديك زي ولاد صف اول احسن من كل نكتك. طب اسمع الاحلى والاحلى لما المعلمه صحت ديانا من النوم وهي بنص الحصه كانت نايمه. طب اسمع عندي فكره. مين فيك بس خايفوت عم غارت الغول لخمس دقائق لحاله؟ علاء. اوه علاء 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 علاء. استنى شوي. انا بقول خليني العب لعبه ثانيه. لا شكله بس خاش. لا مش بس خاش بس خلاص مش قادر. خلينا نلعب لعبه ثانيه. اسمعوا انا مستعد. انا ابغى اضرب في عم غلط الغولي. انت خفوش.